يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من يأكل الجمر في مهرجانات العيد يقول إن سبب أكله للجمر هو أن ذلك أمر خارق وسببه تقوى الله وقوة الإيمان، هل كلام مثل هؤلاء صحيح وهل يصدقون؟ هذا باطل، وهذا من مخاريط الشياطين، وهذا دجل شعوذة. جيب له جمر وخله يأكله إن كان وصاد، جيب له أنت جمر وخله يأكل، لكن هذه كلها مخاريط، صورة جمر وموب جمر وكلها أشياء من القمرة، هذا من القمرة، مثل ما فعل قوم فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحر تخيلي، وهم كذبة، وليسوا أولياء من أولياء الشيطان، وليسوا من أولياء الرحمة، كما يأتيكم في هذا الكتاب أنهم يعملون أشياء من أعمال الشياطين ويقولون هذه كرامات ونحن أولياء الله، وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتورعون عن الزنا والسرقة ويقولون نحن أولياء الله. نعم.